احتضنت مدينة كربلاء أول عرض مسرحي من نوعه عراقياً وعربياً. أدى أدواره 11 كفيفاً يرتقون خشبة المسرح لأول مرة. العرض المسرحي حمل عنوان نحن هنا، طرح أبرز قضايا المكفوفين ومشاكلهم، وشهد على مدى 3 أيام متتالية احتفاء جماهيريا واسعا بمشاركة من 13 دولة عربية وأجنبية. اختتمت أعمال الدورة 4 من مهرجان القاهرة الأدبي، وتحت شعار الوطن من بعيد ركز المهرجان في فعالياته على تجارب الكتابة في زمن الأزمات والحروب من خلال عيون كتاب تركوا أوطانهم واستقروا خارجه. تستمر في عمان أعمال الدورة 23 لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وتشهد نسخة هذا العام مشاركة 783 دار نشر من 28 دولة تقدم 500,000 عنوان في مختلف مجالات المعرفة، كما تشمل فعاليات مسرحية وشعرية وورش عمل وحفلات توقيع إضافة إلى أنشطة الطفل. بتنظيم من جمعية الناشرين السعوديين انطلق في مدينة القصيم أول معرض دولي للكتاب في تاريخها، وتشهد الدورة الأولى مشاركة 100 من دور النشر. ولن يركز المعرض فقط على الكتاب الورقي، بل سيفتح مساراً آخر أمام الكتاب الرقمي وتقنيات النشر الرقمي. بدأت في الشارقة الدورة 3 من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي الديودراما بمشاركة 5 عروض من الإمارات والمغرب ومصر وعمان والأردن، كما يستضيف عديد الأنشطة الفنية والثقافية المصاحبة، بالإضافة إلى الندوات النقدية والورش التدريبية. تنتهي الأربعاء المقبل 28 من شهر شباط الجاري مهلة استقبال المداخلات من الراغبين بالمشاركة في النسخة الثانية من الملتقى العربي للرواية العربية، التي ستنعقد في مدينة الجديدة المغربية يومي 19 و20 من شهر نيسان المقبل، حاملة شعار التجريب في الرواية العربية الواقع والآفاق.